السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ليكن الشكل التالي: محيطه بالسنتيمتر هو 36. لنبحث عن قيمة X، مع العلم أن القطعتين المرموز لهم بالأخضر لهما نفس الطول، كذلك بالنسبة للقطعتين المرموز لهما بالأحمر فلهما نفس الطول. لنضع هذه المسألة على شكل معادلة، لدينا محيط هذا الشكل أو الخماسي يساوي مجموع أطوال أضلاعي، وبالتالي لدينا X زائد 2 في X زائد 2 زائد 2 في X زائد 1، هذا المجموع يساوي 36. وبما أن المحيط بسنتيمتر فإكس ستكون بالسنتيمتر، نحصل على المعادلة التالية: إكس زائد 2 في إكس زائد 2 زائد 2 في إكس زائد 1 يساوي 36. إذن نحسب x زائد 2x زائد 4 زائد 2x زائد 2 يساوي 36. إذن x زائد 2x زائد 2x 5x زائد 4 زائد 2 6، الكل يساوي 36، ومنه 5x زائد 6 تساوي 36. إذن 5x هي فرق 36 و 6، وبالتالي 5x تساوي 30، ومن x تساوي 30 على 5، ومن فإن x تساوي 6. إذن أطوال أضلاع الشكل هي كالتالي: 6 8 و 7 6 8 وأخيرا 7. إلى اللقاء.